ولأن القراءة تعتبر همزة وصل ما بين الثقافات، وهي اللبنة الأولى التي تبنى عليها الحضارات. وزي ما نقول إحنا أن القراءة هي غذاء الروح. أرحب بضيفتي في الاستديو بغدير الخياري، مسؤولة فريق مبادرة كتابي لك. أهلا بك. أهلا. في البداية لو تقولي لي إيش هي فكرة كتابي لك؟ فكرة كتابي لك باختصار، إحنا بنساهم في إعادة استخدام الكتب. طبعا صاحبة الفكرة اسمها فاتن إبراهيم، هي انتيريال ديزاين في الجامعة في جبل في الشرقية. أنا سايرة سفيرة التطبيق المبادرة. المبادرة في الرياض، ومسؤولة المتطوعين. طيب يا غدير، احنا حناخذ الموضوع هذا التفاصيل اكثر، لكن خلينا نشوف الفيديو التعريفي ونرجع لك. نتابع. كتابي لك هو اول تطبيق الكتروني يعمل كمنصة لتبادل الكتب الجامعية المستعملة بطريقة مرنة ومنظمة. هدفنا الاساسي اننا نساهم في حل مشكلة نفاذ الكتب وغلاء اسعارها عن طريقة اعادة تدويرها باسرع واسهل طريقة ممكنة. يعني شفنا نبذة مختصرة عن المبادرة. كلمينا عن المشروع أكثر، يعني كم عدد الفريق ومتى بدأتوا؟ عدد الفريق تقريبا 10، اللي مسؤول عن التسويق، اللي مسؤول عن العلاقات العامة، إدارة التقنية، مديرة المشروع زي ما قلت فاتن إبراهيم. باختصار هي طالبة جامعية، زي كل الطلاب الجامعيين يواجهوا دائما مشكلة في بداية كل ترم، يا من نفاذ الكتب، يا انه يلاقوا الكتب غالية، او انه ما يلاقوا المكان اصلا صحيح. اللي يلاقوا فيه الكتاب. فالتطبيق يصير يسهل لكل طلاب وطبعا للقراء، انه اي احد عنده تكدس كتب في البيت، سواء جامعية سواء روايات، كل انواع الكتب يصيروا يدخلوا التطبيق، اي احد ثاني يستفيد منه. هو شعارنا افيد واستفيد. حلو. يعني مثلا الطالب اللي يتخرج من الجامعة ويكون عنده الكتب حق كل الأترام اللي فاتت، ممكن يشارك في التطبيق وينزل يقول أنا عندي الكتاب الفلاني وكذا، ويكون أي واحد طالب باحث عند الكتاب بيلاقي. مع العلم أنه كتب الجامعية غالية جدا غالية. فطبعا إذا اشتريت الكتاب مستعمل حيكون مرة أرخص. فالتطبيق باختصار تصير تدخل التطبيق تعملي لك حساب كأنه تعملي لك مكتبتك الشخصية. فتصير تصوري كل الكتب اللي أنت حابة تبيعيها، تحددي انت بنفسك ايش السعر اللي انت حابه تبيعيه، طبعا يكون معقول طبعا اذا كان، وتحددي حالته سواء كان جديد او مستعمل. بعدها اي حد ثاني بيبحث عن الكتاب زي ما تفضلت، يصير يتواصل مع صاحب الكتاب تواصل مباشر. يجوا احنا متفقين مع شركه الشحن ارامكس، يجوا ارامكس ياخذوا منك الكتاب ويسلموه للمشتري. فانت بتستفيدي ماديا وبتفيدي كمان من تخلص الكتب، تكدس الكتب اللي تكدس الكتب الموجود عندنا. يعني هي فكره مره جميله مره رائعه. انا عن نفسي مستحيل ابيع كتبي، عرفتي؟ في ناس كثير جوا كده معرض الكتاب بيقولوا ايوه. لين تخيلي يعني حتى كتب الجامعه ما زالت موجوده عندي. أيوة. ويمكن تطلق من وراء صندوق كتب الجامعه وكمان كثير لنا مره كثير بس هي كثير بس تحسي في لا في يوم من الايام انا هستفيد منه، ابغى ارجع اقرا. أيوة. ابغى ما تكون مرجع اساسي بالضبط. يعني انتم ما بتستهدفوا فئه معينه، بتستهدموا الكل من طلاب الجامعه ومن القراء ومن الاشخاص جميعا. يعني كمان ممكن احد يكون عنده كتاب قديم او كذا، ممكن يعني يبيع الكتاب القديم ده بسعر كمان عالي او شيء. ايوه يستفيد منه لانه مصدر. ايوه بالضبط. او ممكن كتب تكون نادره، ممكن الواحد يدور عليها عندكم ما يلاقيها هنا في البلد. صح ايوه ممكن يعني توفروها. طيب غدير، انتم عندكم حسابات على السوشيال ميديا، فبالتالي كتابي لك في جميع انحاء المملكه في جميع انحاء المملكه. حلو، برافو عليكم. طيب خليني اسالك، كيف اصلا بيتم التجميع؟ يعني هل انتم مثلا بتاخذوا الكتب بتنقحوها ولا بس بمجرد لا انت سايره من بيتك من الكتب البيت. عندك انت بتعملي مكتبتك زي ما قلت لك عن طريق التطبيق. هو كتابي لك مواصفات الكتب. قلت لك كل مواصفات كل انواع الكتب. يعني مثلا انا لو حطيت انه والله هذا الكتاب بحاله جيده ممتازه ورهيب، لكن من جوا في صفحتين ثلاثه مشفوقه. في النهايه احنا عندنا كيف يتم التنقيح؟ تمام، انا اشتريت الكتاب منك وزي ما قلت بالحاله هذه في 15 يوم تقييم. نفس المشتري يصير يشتكي لنفس التطبيق ويصير يترد له يا المبلغ ولا الكتاب مره ثانيه للبائع نفسه. طب مين يقيم سعر الكتاب؟ يعني مثلا الكتاب وهو جديد ب 100 ريال، طب مين يقيم المستعمل؟ هو نفس الشخص. يعني نفس أنا اللي بدي أبيعه حابيعه بالسعر، مع إني أنا أحب الكتب المستعملة خصوصا حقة الجامعة، لأني أستفيد من الطالب اللي قبلي التخطيط والملاحظة. أنا أحب المستعمل صراحة. وتكون أصلا يعني أرخص من الكتب هذه الجديدة. شوفي هو غدير الفكرة حلوة مرة، في صحيح محلات بيع كتب بتستخدمها، لكن حلو إنه أنتم سهلتوا بحكم إنه التكنولوجيا وكذا وفي السوشيال ميديا وإنه أنت من بيتك يجيك الكتاب، ما تحتاجي تطلعي تروحي تدوري عليه. بالضبط.
يعني كان في احد معين صاحب هذه الفكره؟ كان في احد معين متحمس مره انه لا احنا لازم نسوي هذه الفكره على السوشيال ميديا، نطبقها في السوشيال ميديا كمبادره كابلكيشن، مو انه مثلا نروح نعرضهم في محلات الكتب؟ يعني فاتن هوالك ساير انه نفس صاحبه المشروع اسمه فاتن ابراهيم، وزي ما قلت لك هي طالبه جامعيه فبتواجه المشكله هذه في كل ترم دراسي. فهي في البدايه كانت التطبيق نفسه هي يعني عملته من نفسه من نفسها لانها طالبه تصميم، طبعا احتاجت مساعده كتب التصميم غاليه جدا طبعا، ايوه بالنسبه للبرمجه بالنسبه للتصميم. فساعدتها في 2015 كانت الفكره، في 2016 شو اسمه اتبنتها اللي هم تطبيق الاستوديو، تصميم استوديو اللي هو حق اختها اسمها تغريد برضو ابراهيم. جلسوا الين 2017 اترشحوا في مسابقه MIT للشركات الاجتماعيه، ما شاء الله فازوا بالمركز الثالث من بين 2200 مشارك. هذا هو كان سؤالي لك، كلمينا عن التكريمات والجوائز اللي حصلت عليها هذه المبادره. زي ما قلت لك MIT في 2016، 2017 في نهايه 2017 اتبنى التطبيق الحاضنه الامير محمد بن سلمان للاعلام الرقمي. حلو. اللي هو تابع لمركز الملك سلمان للشباب. كمان انتم موجودين هذه الفتره يا غدير هنا في معرض الكتاب. في معرض الكتاب، لو تقولي لي عن مشاركتكم وايش قدمتوا فيه؟ احنا سهرين في من بين المبادرات، طبعا في الصاله الكبيره تكون طبعا دور النشر، احنا سهرين في مبادرات القراءه. أيوة. وغيرنا كثير بنقدم الفكره بشكل جدا بسيط، وبنستهدف احنا في معرض الكتاب للطلاب والقراء انه يتعرفوا على الموضوع ده. وكل احد بيجينا اصلا بيقولوا احنا عندنا ذي المشكله، احنا والله بنواجه تكدس، عندي كتب طب خصوصا كمان كتب الطب جدا غاليه. صح. فكويس من الطلاب الطب انه يستخدموا الطلب الكتب المستعمله بسعر ارخص. انتم مثلا بالنسبه لكتب الطب غدير، لانه في برضه كثير من طلاب الطب بيكون عندهم ملازم، الملازم برضو داخلة من ضمن الأشياء. كل أحد بيسأل حاليا سايرين مستهدفين الكتب. لكن إن شاء الله بإذن الله مستقبلا، بس إذا فتحت المجال للملزمات حتصير ملزمات يعني شوية ما حيكون منظم، خصوصا اللي هي حساب أو شيء زي كذا زي الأشياء. أيوة. فما ينفع أي ملزمة تدخل. فأكيد يعني صاحبة المشروع فاتن إن شاء الله قالت إنه هذه من الخطط المستقبلية، إنه ما يصير بس كتب، يصير ملازم، تصير أدوات، تصير إن شاء الله كمان لدور النشر والكتاب. يعني هذه خطتكم للمشروع، انكم انتم مستقبلا ان شاء الله ناويين تدخلوا على موضوع الملازم، وانه مو بس تحديدا الطبيه، لانه فعلا انا بشوف معاناه كثيره في طلاب الطب ما بيلاقوا الملازم، او اذا لقوا مثلا ممكن يلاقوا ام كساب وكذا، دول 3 4 5 6 ما في، ممكن يكون مفقود تماما. فيدوروا يفضلوا يدوروا عليه. يعني غدير كمان لفت نظري البروشورات اللي انت لابستها، هل هذه ليها صله يعني في مشروعكم؟ لا حاليا انا بقول لك من هنا رايحه على معرض الكتاب. أيه. فبالنسبه لي كانت لانه شفنا السعوديه والامارات، الامارات الحين هي الدوله المستضيفه في صحيح فهذه تقدر تقولي المشاركات التطوعيه من 3 سنين. يعني ممكن انه يتطور تطبيقكم او مبادرتكم وتصير على مستوى الخليج خلينا نقول. ايوه هذا ان شاء الله مستقبلا، مو بس في المملكة إن شاء الله بإذن الله في برا المملكة. طيب يا غدير إيش في كلمة تحبي توجهيها للناس اللي عندهم كتب؟ يعني أنا حقيقة في شوية جزء مني خجل، أنا أفتكر في ثالثة ثانوي لما كنت جالسة بختم كل صفحة أخلص منها كنت أشقها وأرميها ورا ظهري. أم سوري أنا إلى الآن أحتفظ بكتب ثالثة ثانوي بالذات. أنا كنت أسوي الحركة للأسف، كانت ردة فعل يعني، كانت المادة صعبة علي. فإيش في كلمة تحبي توجهيها للطلاب للطالبات؟ بدال تكدس الكتب عندكم في البيت ويصير عليها غبرة، وخصوصا الأمهات دائما بيشتكوا من تكدس الكتب وخلاص بيعوها ولا مثلا اتخلصوا منها، تصيروا تدخلوا التطبيق زي ما قلت لك، او تساهمي في انه كتابك الموجود اللي انت مثلا جالس عندك في المكتبه تصيري تساعدي فيه اي احد ثاني مثلا يحتاجه بسعر اقل. او طيب غدير انت بتقولي انكم انتم الان مشاركين في معرض الكتاب، بحكم انك انت متواجده، انا للاسف رحت يوم واحد لمعرض الكتاب ونفسي انه انا اروح ان شاء الله يعني بعدين، بس انت بحكم انك انت في معرض الكتاب ومتواجده في معرض الكتاب، كيف شفتي الاقبال الجماهيري على معرض الكتاب هذا في دورته هذه؟ جدا كبير، اصلا ما شاء الله عدد الزوار في كل سنه يجي تقريبا 500 ألف زائر.
تقريبا كل سنه، وكل ما لهم ما شاء الله بيكتروا، لانه صار ما شاء الله معرض الكتاب صار لما تدخلي حتى اللي ما يحب القراءه يصير عنده حب القراءه، من تنظيم المعرض، من التصميم، من الشغف سبحان الله في نفس المكان. وتصيري الناس شوفي الناس ماسكين الكتب، واللي ماسكين جايين بشنطهم، وفي ناس كثير جايين من برا الرياض مستهدفين ال في ناس بيجوا شنط زي الترولي يجروها وراهم والله كأنهم في المطارات والله من جد. يعني لسه احس انه لسه الدنيا بخير، لسه الناس بتحب الكتب وتدور على الكتب. مره حلو الشعور انه رجع الكتاب، الناس بتدي له قيمه، تبحث عن الكتاب. صح لانه دحين كل الكتب صح بيروحوا للاونلاين وللايباد والبي دي اف والاشياء هذه. لكن خليني كمان اسالك، في ناس كثير عندهم صعوبه في القراءه، مخهم ما يستوعب. انا منهم، انا سمعيه اكثر ما اني اقرا، انا ما احب اقرا النصوص، يعني اخذ وقت على بال ما استوعب الجمل فيها. يعني هل في، انا شفت على قناتكم على اليوتيوب بتنزلوا فيديوهات تعريفيه لكتابي لك. هل مثلا ممكن بعد فتره تبداوا تنزلوا كدروس خصوصيه او طرق للقراءه السريعه؟ ليش لا، او تمارين لها؟ ليش لا، ان شاء الله تكون من الاهداف المستقبليه. ليش لا، حدي الفكره حقتك في المشروع، عجبتني الفكره. لانه حلو ان الواحد يبدا كمان يطور من مهاراته بالضبط. كثير اشخاص حتى زي ما قلت لك في معرض الكتاب بتيجي امهات، كيف احبب طفلي في القراءه؟ انه كيف اخليه يحب يقرا، انه مو بس دائما على الجوال، مو دائما على الايباد. ففي برضه مبادرات مره كثير تشجع الاطفال للقراءه، تخليهم حتى يكتبوا هم قصص بنفسهم. كمان في مبادرات، اذا مثلا انت ما تحبي انك تقري كتاب، في انه المبادرات اللي هي الكتب المسموعه. ايوه وفي حتى حلوه المبادره اللي جنبها اسمها اقرا لي. أيوه. كمان اللي هي انه تصيري انت بنفسك، واي حد يقدر يسجل الكتاب. حلو. بشكل صوتي عملت، يعني تقابلت معهم لما كنت في معرض الكتاب، حلوه كمان لانها تخدم المكفوفين بالضبط. هذه احلى حاجه في المبادره اللي انت كنت قاعده تتكلم عنها فعليا. غدير، وجودك في معرض الكتاب هل لفت انتباهك كتاب معين؟ في شارع الخير لصديقتي في خرس، اسمه هي بتوقع حاليا دحين بتيجي هذه الايام، جدا جميل جدا لطيف، ساير كأنه خواطر مره حلو، وكمان ما هو كثير، وحتى سعره جدا معقول 25 ريال. تقدري تقري، يعني حتى تستفيدي من حكم، ساير حكم، خواطر، فساير جامع اشياء مره هي كتير. سيده طبعا صحتك اللي سويته جميل. غدير، انا في سؤال دائما يخطر على بالي لما البنات يبداوا مشروع تطبيق على الاونلاين او حتى يبغوا يطبقوها على ارض الواقع كمبادرات، الا ما يواجهوا صعوبات. اكيد. ايش الصعوبات اللي واجهتوها وكيف تغلبتوا عليها؟ اكيد صاحبه المشروع قالت لي انه واجهوا طبعا صعوبات في البرمجه، وكيف التعريف بالشركات. أيه. انها كيف انها تخلي شركتها، هل هي تجاريه او ربحيه او تطوعيه. فهذه كلها طبعا انه لازم تحتاج مساعدات من ناس عندها استشارات طبعا. أيه. فكان تصميم استوديو برضو ادوهم هذا الدعم في البرمجه. زي ما قلت لك المسابقه حقت ام اي تي للشركات الاجتماعيه وضحت لهم مره كثير ايش انواع الشركات، انتم كيف انكم تتبنوا نفسكم لاي شركه، توروا الناس انه انتم ايش بالضبط. يعني ما في شيء مستحيل، اهم شيء انه تجاوزتوا هذا. بالضبط. كم وصل عدد المستخدمين لتطبيقكم؟ حاليا ما اقدر اديكي سعر او اقدر اديكي رقم. في كانت تجربه تطبيقيه ل 500 طالب جامعي، هذه البدايه، لكن احنا حاليا بنحاول بنستهدف انه نجمع اكثر عدد حسابات ممكن عشان نشوف اكبر عدد طبعاً. كتب ممكنه عشان انه الكل يستفيد. اكيد طبعا في كل المجالات، واحنا بنستهدف كمان انه يكون في كل حي كأنه مكتبه مركزيه. حلو. طب كم وصلت عدد الكتب الموجوده او اللي سجلت عندكم؟ تقريبا بتوين؟ والله ما اقدر اديكي لانه عند اداره التقنيه وبالضبط ما اتاكد من الرقم، لانه ما شاء الله تبارك الله كل في معرض الكتاب كل يوم الناس بتدخل تسجل في الحسابات. اكيد. يعني فكره مشروع زي كذا اكيد فكره جدا جباره، خصوصا انه معروف انه الكتاب ما يموت. صحيح. يعني غدير الخياري، شكرا لوجودك معنا، وهذا التطبيق جدا رائع، كنا محتاجينه من زمان، واخيرا صار عندنا تطبيق كتابي لك. شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا احنا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل اخر فقره من برنامج سيدتي.